انت يا واد يا ميمون، كفايه فرجه بقى على التلفزيون. يو بقى يا ماما، ما احنا في اجازه، فيها ايه يعني لما اتفرج شويه على التلفزيون؟ لا كفايه بقى، انت بقالك 5 ساعات قدامي الكرتون، مش بتزهق بقى؟ يو بقى انت يا ريخ، ما قفلت التلفزيون ليه؟ مالكش دعوه، علشان انا كمان عاوز اتفرج على الكرتون اللي بحبه. طيب خدي في دماغي. لا خد انت في دماغي. يا نهار ابيض، هو انتوا اليوم كله يا اما بتتفرجوا على التلفزيون يا اما بتضربوا ببعض؟ ما ينفعش الكلام ده ابدا، ما فيش حد يساعدني. مالك مالك يا ام ميمون، صوتك وصل لاخر الشارع ليه؟ الحاني العيال من ساعه ما اخذوا الدراسه وهم قاعدين قدام التلفزيون يا اما بيضربوا ببعض، غير كده مش بيعملوا. ايوه صحيح، انا عندي سيمبا كمان كده، والحيوانات كلها اشتكت، علشان كده انا ناوي وجاتني فكره حلوه قوي علشان احل المشكله دي. طيب يا ريت تشوف لنا حل بسرعه. السلام عليكم. عندك ادوات المطبخ لعبه؟ ايوه يا عم سيمبا، اهلا بيك، ده انا جايلي شويه ادوات من المطبخ تحفه. بص المطبخ ده كمان، والمطبخ ده جميل جدا، والمطبخ ده والادوات الحلوه دي وكمان الاكلات الحلوه كده، الحيوانات يقدروا يطبخوا ويسستموا. اتفضل الفلوس. شكرا جدا يا عم ابو سيمبا. اتفضل يا سيمبا حبيبي، المطبخ بتاعك اهو. يا سلام يا بابا، ده جميل جدا، يعني اقدر اطبخ عليه واعزم اصحابي. طبعا طبعا يا حبيبي، مع السلامه بقى علشان هروح اوزع باقي المطابخ. اتفضلي يا ميمون يا حبيبتي، المطبخ بتاعك اهو، وانت كمان يا ميمون المطبخ بتاعك اهو. متشكرين جدا ليك يا عم ابو سيمبا. وانت كمان يا ظرافة، اتفضلي المطبخ بتاعك اهو. شكرا يا عم، متشكرة جدا. يلا بقى نروح نطبخ يا ميمونة. ايوه احنا هنطبخ الفطار، هتطبخي ايه انت بقى؟ انا هطبخ كرواسون وكمان توست وقهوة وبيض. يلا بقى اطبخ. ايوه الكرواسون اهو والتوست كمان القهوة والبيض، كده الفطار بتاعي جاهز. انا بقى هطبخ توست ومربى ونسكافيه وكمان بيض. يا سلام، يلا يلا تعالوا افطروا، تعالوا احنا جينا. انا هفطر. هتفطر مع مين يا سيمبا؟ انا عاوز افطر من مطبخ ميمونة. طيب اتفضل الفطار اهو يا سيمبا. متشكر جدا. وانت كمان يا ميمون هتفطر من مين؟ هفطر من الزرافة. طيب اتفضل اهو، اتفضلي بقى الفلوس يا ميمونة. وانت كمان يا زرافة اتفضلي الفلوس اهي، تعالوا بقى اتغدوا عندنا، انا وميمون هنعمل الغدا. طيب هنجهز نفسنا وهنيجي نتغدى عندك. اما اطبخ، جاتني فكرة، هعمل الفراخ وكمان هحضر خضار، خضار سوتيه وكمان عصير ومكرونة، كده الغدا بتاعي بقي جاهز وتمام التمام. يا سلام والريحة تجنن. انا بقى يا صاحبي هطبخ جمبري وكمان سمك ورز وخضار. واو جميل الاكل بتاعك يا ميمون، شكرا. احنا جينا جينا، جهزتوا الغدا؟ ايوه ايوه يا زرافة. وانت كمان يا ميمونة تعالوا اتفضلوا. هتاكلي من عند مطبخ مين يا ميمونة؟ انا هطلب من مطبخ سيمبا. طيب اتفضلي فراخ وخضار وعصير ومكرونة. متشكرة جدا يا سيمبا. وانت بقى يا زرافة، انا هطلب من مطبخ ميمون، بصراحة نفسي في الجمبري والسمك جدا. طيب اتفضلي جمبري وسمك ورز وخضار. هي شكرا جدا. نم نم نم. واو الاكل جميل جدا، تسلم ايديكو بالهنا والشفا. اتفضل يا سيمبا الفلوس. وانت كمان يا ميمون اتفضل الفلوس، متشكرين جدا على الاكل الجميل. طيب ما تنسوش بقى تيجوا العشاء عندنا. حاضر، بس المهم تجهز لنا حاجة خفيفة. هتجهز ايه على العشاء يا سيمبا؟ انا هجهز ذرة مسلوق وشوية كده خضار سوتيه. ايوه كده الاكل صحي جدا وهيلسي. انت بقى هتجهز ايه يا ميمون؟ انا هجهز مشاوي، هشوي كده لحمة وكمان كفتة. يا سلام اكلك جميل قوي. احنا جينا علشان العشاء، اتفضلوا اتفضلي. هتطلبي منين يا زرافة؟ انا هطلب من سيمبا، نفسي قوي في الذرة المسلوق. اتفضلي اهو وكمان خضار سوتيه. شكرا جدا يا سيمبا. وانت يا ميمونة؟ خلاص انا هجرب مطبخ اخويا ميمون. كويس جدا، انا عاوزة بقى المشاوي الحلوة دي، ريحتها قلبة الغابة كلها. طيب اتفضلوا اهو وكمان قهوة. لا لا مش عاوزة قهوة، القهوة تسهرني.
طيب اتفضلي اشربي عصير، وانتي كمان يا زرافة عصير. شكرا جدا، اتفضلوا بقى الفلوس. متشكرين جدا، سلام. بكرة بقى هنجيلكم وجهزولنا أكلة حلوة قوي في الفطار إن شاء الله، مع سلامة. شفت عم أبو سيمبا؟ كتر خيره، راح اشترى للحيوانات الصغيرة ألعاب جميلة، طبخة ألقي وعاملين شيفات وبيطبخوا فعلا. الواد ميمون وميمونة كانوا ما يصدقوا يمسكوا في راس بعضهم ويضربوا بعضهم، على طول مش بيبطلوا خناق. وانا بنت الزرافة كانت على طول بتعمل مشاكل وقاعدة قدام الموبايل من ساعة اللعبة الجميلة دي، وهم خلاص في دنيا تانية وعاملين نفسهم شيفات وبيطبخوا قلقين بعض وبيقيموا بعض كمان. يا سلام، ده الموضوع ده علمهم الشطارة. وكمان بنتي البقرة بتيجي تقف جنبي ايه، عاوزة تعرف مكونات الاكلة دي ازاي والاكلة دي اسمها ايه، وعاوزة تعرف كل حاجة، وبقيت شاطرة وبتساعدني في شغل البيت كله الحمد لله. بصحيح انا كمان بنتي بتعمل زيها بالظبط، لازم نشكر عم ابو سيمبا. احنا متشكرين جدا ليك يا عم ابو سيمبا، جايين النهارده نشكرك. ولا شكر ولا حاجه، ده واجب عليا، وبعدين انا ملك الغابه، يعني المفروض دايما مهمه الحيوانات اسعادها وان هي تبقى مبسوطه في الغابه معانا. متشكرين جدا يا عم ابو سيمبا، انا بقول لك شكرا من كل قلبي. وانا كمان يا اخويا كتر خيرك، لولاك العيال كانوا مسنتحين قدام التلفزيون يا اما بيضربوا بعض. لا لا الحمد لله، العيال بقيت كويسة جدا وبقيوا شاطرين ودايما بيحافظوا على نظافة المكان حواليهم. طيب يا اخويا عن اذنك بقى، مع السلامة. سلام يا بقرة. احنا جينا يا عم بسيمبا علشان نشكرك علشان الالعاب اللي انت جبتها لنا دي، جميلة جدا ومسلية كمان. لا يا حبيبي، انا زي باباكم كلكم وبحبكم كلكم، وبحب ان انتوا تبقوا دايما مبسوطين وفرحانين، ربنا يفرحكم كده دايما. شكرا جدا يا بابا، مش عارف اقول لك ايه، اصحابي كلهم فرحانين وبيقولوا عم ابو سيمبا قد ايه هو راجل طيب وبيساعد الاطفال الصغيره ومامتهم كمان. لا يا حبيبي، انا دايما بحب ان انت دايما تبقى فرحان بيا كده يا سيمبا يا ابني. يلا بقى علشان نروح، مش كفايه لعب كده؟ ايوه ايوه يا بابا، احنا خلاص طبخنا العشاء وكمان اتعشينا سوا وعملنا ديش بارتي. طيب يا حبيبي كويس جدا، يلا بقى علشان ماما مستنيانا بقى بالعشاء الحقيقي. يا سلام، انا تعبت قوي في اللعب النهارده يا ماما. طيب يا حبيبتي الحمد لله ان انت اتبسطتي. ايوه يا ماما الحمد لله، اتبسطتي جدا جدا جدا. الحمد لله عم ابو سيمبا دايما بيجيب لنا العاب حلوه ودايما مش بينسانا، حتى في الاجازه اهو ساعدنا وجايب لنا العاب حلوه. ايوه يا ماما انا مبسوطه قوي وبلعب كمان وبتسلى مع اصحابي وبشوفهم كل يوم، قد ايه انا فرحانه. ربنا يبسطك دايما يا قطقطه يا حبيبتي.